السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، تعطلت بزاف، شحال هادي ما نزلت شي فيديو. بصراحه راكم عارفين العيد الكبير، دخول مدرسي، ما كاين غير جري عليا نجري عليك، ما كاينش الوقت بمره. اليوم ان شاء الله جيت باش فيديو مختلف شويه، جيت بغيت نتقاسم معكم التجربه ديالي من الشراء من الانترنت. هادي بصراحه اول مره كنشري من شي سيت، وشريت من جوج ديال لي سيت، شريت من علي اكسبريس وخديت من شيئين، خديت في نفس النهار وتقريبا وصلوا بجوج في نفس السيمانه. شيئين جابوها ليا، ولي زارتيك اللي خديت من علي اكسبريس 6 وصلوني، و6 تبعتهم راه وصلوا دابا للصويره، ولكن مازال ما عيطوش ليا باش ناخذهم. المهم البنات، بالنسبه لشيئين، كنشوفوا البنات بزاف كينزلوا فيديوهات على الحوايج ولا الكاليتي اللي زوينه ديالهم وداكشي، ولكن بصراحه وحتى نتوما غتكونوا معايا انا ما كنطيقهمش لانهم تيديروا الاشهار، وبطبيعه الحال هي ماشي مصيفطه لهم حوايجها فابور باش يقولوا بانهم خايبين. فانا قررت انني نجربهم بوحدي، بغيت نجربهم كيفاش دايرين، وغادي نقول لكم رايي فيهم بصراحه. وانتم راه متاكدين بانني ما دايرش الاشهار، يعني شيئين ما شيطانش على حويجها باش تعطيهم ليا انا ندير لهم الاشهار، يعني قناتي صغيره بزاف فما يمكنش تعطيني ندير لها اشهار. لذلك فانا غادي نعطيكم الراي ديالي بصراحه في هذا الشيء اللي انا خديت من عندهم. بصراحه البنات ما خديتش بزاف ديال الحوايج، ولكن ماشي كلهم ديولي، هادو راه ماشي كلهم ديولي، ديولي ديال واحد البنت، لانه كما كتعرفوا شاين خاصك لا ليفريزون ديالها 250 درهم، الا خديتي قل من 1300 درهم يعني ضروري خصك تكملي 26000 ريال باش يصيفطوهم لك فابور، باش نستافدو حنا من هاد فابور. دونك واحد البنت كانت بغات شي لعيبات من عندهم، صافي قلت لها عطيني انا غنكومونديهم لك معايا، وزدت انايا كملت توصلت ل 26000 ريال. المهم البنات ما نطولش عليكم، غنوريكم اللعيبات اللي خديت. بصراحه ما خديتش ليا انا، ما خديتش الحوايج. المهم غنوريكم، خديت اول حاجه هي هاد السبرديله هادي اللي خديت لبنتي، ها هي خديت لها النمره ديالها، كانت لبست 28 خديت لها 28 وجاتها مزيانه بصراحه وزوينه. ها نتوما البنات بصراحه زوينه وماشي قاصحه ولا شي حاجه، هانتوما راه رطبه وميم طون زوينه حتى بالنسبه للصيف، لانها من هنايا كما كتشوفوا راها شبكه يعني رطيطبه وزوينه. هانتوما يعني هذه ما ندمتش عليها بصراحه، هذه زوينه. هذه البنات بروموسيون خديتها ب 120 درهم، كانت برومو خديتها ب 120 درهم، ما بقيتش عاقله شحال كانت دايره 200 وشي حاجه، المهم خديتها ب 120 درهم. بصراحه هما حوايجهم بحال هاد اللعيبات هادو تيكونوا زوينين، ولكن بالثمن اللي كيعطوهما فراه بزاف عليهم. اذا بغينا ناخذو ناخذو شي حاجه اللي مسولديه، ما ناخذوش اللي بالثمن اللي كيقولوا هما. المهم هذه اول حاجه كما قلنا زوينه وجات قدها نيشان، وخديت ليها عاود خديت ليها باك هذا بصراحه كبير. ها نتوما راه زوين حتى هو، وها نتوما راه الجلد ديالو رطيطب وزوينين البنات، زعما بعدا هاد اللعيبات بجوج سبرديله ولا الصباط فهما زوينين الكاليتي ديالهم والله العظيم الا زوينه. هذا حتى هو كان داير شي 200 يمكن شي حاجه على ما اظن. المهم الثمن باش خديته انا خديته ب 80 درهم، وبصراحه بالنسبه للثمن ديالو فهو راه ماشي غير زوين، راه زوين بزاف. دونك هذا خديت فيه ما لقيتش النمره ديالها، ما لقيتش 28 فانا خديت فيه 30، لا 29 خديت فيه 29، دونك غيجيها كبير شويه ولكن معليش. نلبسو من هنايا الصف ان شاء الله. وخديت عاود خديت ليها هاد السيرفيت للحمام، هادي عجبتني بزاف، هادي كانوا دايرين ليها 250 درهم وصولداوها ديك الساعه خديتها انا في الصولد ب 80 درهم، دونك هادي كانت ب 250 درهم وخديتها انا 80 درهم. سخيخنا البنات، بغيتها ليها زعما كنت بغيتها ليها للحمام، ولكن بصح
دابا مثلا مشيوش للحمام، ولكن هي راه ما جات ما غاديش تجي قدا، لانه ما لقيتش لاج ديالها، ما لقيتش 5 سنين، فخديت ليها 6 سنين، دونك غادي تجيها كبيبره شويه. المهم من هنا بما حيدات كورونا ومشينا للحمام، غادي تجي هي هذيك. هانتوما راه الثوب ديالها رطيب وزواون، زعما الكاليتي زوينه. دونك بالنسبه ل 80 درهم راها مخيره. هذا هو السروال ديالها، ها هو تيجي هكا بلاستيك من التحت، فيه هنايا لي بوش، لي جويبات هنايا، وصافي هو هذا السريويل. دونك هادي قلنا 80 درهم. خديت عاود هادو كلهم ديولي انا، خديت لهم، هما اللي اختاروهم هادو، خديت لهم هاد المخدات هادو. هادو كانوا دايرين 40 درهم، خديتهم سولدين ب شحال 31 درهم. دونك هادو، هادي اغ ديال ريتاج، وخديت العمار حتى هو ما عرفتش الشكل اللي ديالو، المهم حتى نلقاها. وخديت هادو، خديت هادو، ايه هاي ديال عمار، هيا خديت ليه، خديت ليه هو لا لتر ا، هيا زوينين ورطبين، والتوب ديالهم واعر، داير بحال الشكل ديال الموبرا، يعني ماشي داك النيلون ولا شي حاجه، فهو داير بحال الموبرا ورطيب، زوينين بصراحه. خديت ليه هو ا، وخديت هادو بغيتهم لواحد الصالون ديالي صغير. الاخرى ها هما، هادو حتى هما نفس الثمن ديال هادو، 40 درهم، بقاو ليا ب 31 درهم، ونفس الثوب تقريبا بحال شكل ديال الموبرا. خديت هذا، ما عرفتش واش يبان لك مزيان ولا لا، مع الشعر. دونك هذا ها هو الثاني، ها هو الاخر، يعني كل واحد هما نفس الثوب، ولكن كل واحد وداك الزواقه ديالو. ها هو، وها هو الرابع، فيه بحال هكذا معينات مع هادو. دونك هادو خديتهم ب 31 درهم الوحده. خديت هادي، هادي حتى هي كانت ب 250 درهم، وخديتها مصوديه ب 120 درهم. هذه خديتها سورفيت، خديتها العمار، ولكن للاسف ما لقيتش فيها 10 سنين، فخديت فيها 11 12، قلت ماشي مشكل، اللهم تجي كبيره ولا تجي صغيره، بصح راه غادي تجي كبيره بزاف، وخصوصا السروال. هانتوما زوينه، الكول ديالها والشكل ديالها كيفاش كيجي. المهم دابا نخلي لكم التصاور ديال هذا الشيء ملبوس هنايا ان شاء الله. السروال ديالها ها هو، وهذا السروال ديالها، الاستيك من هنا، وكيجي فيه الاستيك حتى في التحت، حتى هي الثوب ديالها رائع، زوينه البنات. واش خديت ليه، وخديت ليه بصح، انا ما بغيتش نغامر بالحوايج ليا، لان ما غاديش نلبسهم وغيبقاو غير يتلاحوا. وحتى ولادي خديت ليهم، زعما بغيت غير نجرب، فخديت ليهم غير الحوايج اللي الا ما استغلهمش غير يعني ديال الدار، بحال هادو ديال السورفيطات ديال الدار. هادي حتى هي قلتي لا كان فيها ما يتلبس، هو هذاك ما كانش فيها راه يلبسها في الدار، ولكن رائعه. هادي ما كانتش مسولديه، هادي خديتها ب 130 درهم بلا سولد. هادي ديال الدومي سيزون، ماشي ديال البرد، يعني ديال هاد شهر 10 وداكشي، والاول تاع شهر 11 صافي. وبالنسبه لينا حنا راه في الصويره راه ديال العام كامل، لانها خفيفه، ماشي خفيفه خفيفه، ولكن مزيانه، يعني للربيع وداكشي راه مخيره بالنسبه حتى للمدور الاخرين، بالنسبه للربيع راه مزيانه. ودابا نخليها لكم حتى هي ملبوسه باش تشوفوها. صافي شنو خديت عاوتاني، خديت هادو بحال لابخوسات، بحال شكل ديال لابخوس. هادو ديال دابا نخلي ليكم تا هما الصورة ديالهم. تا هادو كاينين يمكن على ما أظن، وقيلا لابسات عاقلة،
كاينين 6 ديال البياسات هنايا، غير بالنسبه بحال هكا الا بغيتي تسافري ولا شي حاجه كديري، خصوصا اللي عنده الدراري الصغار، اللي عنده كاع الدراري الصغار داكشي، فكيكون عندهم دوك الحويجات رقيقين وداكشي كيبقاو يتشتتو ليك في لافاليز، فكتشديهم كديري كل حاجه بوحدها. كاين هذا وكاين هذا، ها هو يعني هما زوينين بصراحه ما بيهمش. هذه صغيره بالنسبه تقدر ديري فيها الملابس الداخليه ديال الدراري الصغار باش حاجه بحال هكا. وكاينه هذه الكبيره شويه، هادي دونك راه غنخلي لكم الصوره باش تشوفوهم فاش يكونوا عامرين. دونك كاينه 1 2 3 4 والخمسة كبر من هذيك، يعني كيبقاو الحوايج كل حاجه مجزوله وحده، ها هي والكبيره ديالهم هي هذه، ها هي تقدري تستي فيها تيشيرتات ولا قوامج ولا شي حاجه، هي هذه. وكاينه لا تروسا ديالهم اللي تقدري ديري فيها شويه واقفه بنفس هاد لي موتيف اللي كاينين هنايا، يعني تقدر ديري فيها المكياج ولا تقدر ديري فيها الحوايج ديال الحمام ولا داكشي. كانت عندهم هما دايرين يمكن شي 60 درهم واقيلا، ولقيتها نفسها في علي اكسبريس ب 30 درهم، فكومونديتها في علي اكسبريس ما كومونديتهاش عندهم. تتوصل ان شاء الله، تيوصلوا دوك لي زارتيكل الاخرين ان شاء الله وغادي نوريهم لكم. المهم هادو حتى هما صراحه زوينين، واخا فيهم ديفو واحد، هما السنسلات هاد السنسل هادو شويه خفاف، ماشي كاليتي مزيان. هذا دونك هذا باش ما عنده فين يمشي، ولكن السنسله شويه عيانه. صافي هنايا نوريكم هادي هي الاولى، هادو هاد اللعيبات هادو، هادو خديتهم على حساب الشتا، كتخشيهم كتلبسيهم فوق السبرديله ديالك ولا فوق لي بوط ديالك ولا حاجه بحال هكا. انا هكا ديرها غير صاك، بعض المرات كتكوني خارجه كتبدا طيح الشتا كيتسد الشانطي بالماء، فكتبغي تقطعي ما كتقدريش تقطعي بصباطك، ولا كتكوني لابسه شي بلغا ولا شي حاجه، فدائما تكون عندي هادي عندك في الصاك كتخشيها في رجليك وكتقطعي وسط الماء. زوينين زوينين زعما والله. المهم خديت هادو دابا راه سولداوهم كثر، يمكن دابا راه دايرين لهم غير شي 40 درهم ولا ما عرفت 45 درهم، المهم انا خديتهم ب 70 درهم ما كانوش مسولدين، خديت انا وحده وخدات ديك البنت صاحبتي حتى هي وحده. دونك هادي منها 70 درهم. وباش نكمل لاكم كوموند، باش نكمل لاكم كوموند باش تكمل ليا هذيك 1300 درهم، ما لقيتش باش نكملها، بقات خاصاني 60 درهم كملتها بهادو. هادشي مازال ما وريتكمش داكشي ديال صاحبتي، دونك هنا مازال باقيين لي زارتيكل ديال هذيك البنت، هادو غير يجيو لي انا باش نكمل لا كوموند. كملتهم بهادو، هادو ديال الضو شريتهم للدراري باش نديرهم بهم هنا واحد لي زيطاجير فوق راسهم، دونك ديال الضو هما على شكل هلال، تيدار لهم حجرة هنايا ثلاثة ديال الحجرات. دونك هادو غير باش نكمل لا كوموند، خديتهم ب 30 درهم 30 درهم ولا كدا. نوريكم اشنو هادي ديال صاحبتي، هاهي ديالي انا وهادي ديال هاديك البنت. شنو اخر عندي هنا، اشنو اخر خديت انا عاوتاني، خديت هادي هاد لي سبوط هادو ديال اللي كيلصقو، كتلصق هكا فيها هاديك اللصقه ديالها هنايا، بغيتها لتحت البلاكار في الكوزينه. دونك هادي خديتها ب 40 درهم، بغيت غير نجرب الا كانوا كيضويو مزيان غناخد منهم شي 3 ولا 4 المره الجايه باش نديرهم هكذا تحت البلاكار، حيت ما عنديش. المهم مازال ما جربتهاش باش نعرف الضو ديالها كيفاش داير. دونك بالنسبه لصاحبتي قلنا خدات هادي بحال ديالي، وخدات هي ساك غادي نحملو ليها. دونك هذا هو الصاك اللي خدات هكذا، كيتسد بحال هكا هو صغيوة، تحل بهاد الطريقة هادي. ديري فيه هادي باش يبقى زعما
من فوق زواون صراحه حتى الكاليتي ديال الجلد ديالهم والله حتى زوينه ماشي خايبين ما خايباش دونك كيجي السنسله ديالو بحال هكا السنسله ذهبيه ولا كتقدري تهزيه بحال هكا زواون خاصك تكرفص مع حوايج اخرين غير شويه ولكن ماشي بزاف زواون الشكل ديالو دونك هذا ماشي ديالي صوتو بلاصتو نجاتو نشرو كيتم صوتو زعما لي وفي اشنو خدات عاوتاني خدات هاد الصاك هذا بحالو تقريبا ولكن هو في الواق نتوما تحل بهاد الطريقة هادي نتوما هدا معمرينو غير بالكاغي نتوما السلسلة ديالو كتجي هكا في الواق عندو جويب هنايا صغير كما كتشوفو عندو واحد الجيب صغير هنا والداخل ديالو راه تبارك الله راه كايهز وبصراحة الكاليتي ديالهم زوينة ما خايباش زوينين كيتسد بهاد الطريقة هادي تقدري تهزيه بحال هكا طويل وتقدري تهزيه بحال هكا قصير يعني بجوج ديال السناسل تقدري تهز هكا وتقدري تهز بحال هكا زوامون صراحة تا هو زوامون خليتها محطوطة بها كيف كان صافي اشنو خدات انا عاوتاني خديت هادي هادي خديتها غير ليبيي الكوزينة مع ركبو ليا البلومبي ركب ليا ديك الشبيكة ديالو ركب عليها عوجة فكيدوز ليا الزبل كينزل خدتو ليه تسد وخديت هادي بخمسطاش درهم كتلصق بهاد اللعيبات هادو باش تبقى تجمع ليا الزبل صافي اشنو خدات عاوتاني ديك البنت خدات هادو ما يمكنش نقول لكم واش زوينين ولا خايبين وما غاديش نحلهم لانني ما كنفهمش في هذا الشيء وما عمرني ما درتو دونك ما عندي باش نفيدكم في هادو صافي وخدات هاد القميجة هادي بالحزام ديالها هيا دابا نوريها لكم ملبوسه هكا التوب ديالها زوون زوينه طويله كتجي بحال هكا فيها هاد التقويرات هكا فيها التقويرات من الجناب هكذا طويله شويه من اللور وقصيره شويه من القدام شفتوا طويله شويه من اللور وقصيره من القدام التميمات ديالها كيجيو بحال هكا ما فيهم حتى شي حاجه اوكي طواو كيتسدو بحال هكا كيتجمعو هانتوما كيتجمعو بحال هكدا زوونة وهذا هو الحزام ديالها وهذا هادي البنات مبقيتش عاقلة بشحال خداتها يمكن 2600 يمكن 130 درهم غادي نخلي لكم الأثمنة والصورة إلى لقيتها وهادو خصهم يمكن 80 درهم الواحد هادو 80 درهم 80 درهم بصراحه هادشي ديالهم ما خرج لقى حتى حاجه المهم بصراحه هاد لي برودوي ديالهم زوينين الكاليتي ديال التوب خصوصا هاد المخده عرفتي راه حمقني التوب ديالهم رطيب وزوين داير بحال المبرا تماما غزالين ورخاصين بواحد وثلاثين درهم مزيانين هادوك ديال الدراري حتى هما الحويجات سبرديلا صبيبيط زعما انا عجبني هادشي ديالهم وبصراحه غادي نعاود نكوموندي من عندهم غير هو المشكل اللي فيهم هو انك ماشي بحال علي اكسبريس فاش كتعجبك شي ارتيكل كتكوموندها بوحدها كتوصلك كاين شي ارتيكل كتلقاي فيهم لي فريزون فابور وكيوصلوك فابور لكن بالنسبه لشيئين ضروري ما كت خصك توصلي 1300 درهم عاد ممكن انهم يوصلوهم لك فابور بصح كاين عندهم كيديروا دي ريدكسيون بلا داك السولد اللي كيكونوا مسولدين فكيوصلوا الى وصلتي ل 800 درهم
الا وصلتي يمكن 800 درهم تيحيدوا لك 10%، الا وصلتي ل 1000 درهم تيحيدوا لك 15%، والا وصلتي ل 1500 درهم تيحيدوا لك 20%. المهم، وعاد ملي كتشري عندهم تيعطيوك امتيازات اخرين. فانا من بعد ما شريت من عندهم، بعد ما وصلتني هاد الشيء ديالي، فصيفطوا لي دابا واحد الريدكسيون في لا كوموند الثانيه ديال 130 درهم اللي غادي ينقصوا ليا في لا كوموند الاخرى. المهم، انا ما عاديش نقدر نعاود الكوموندي عاوتاني 1300 درهم، فبزاف كل مره. المهم، الا لقيت عاوتاني شي حد اللي غادي كوموندي، بيان سور راه غادي نكوموندي معاه شي حاجه حتى انا. المهم، حتى لهنايا تيكون وصلنا لنهايه الفيديو، ونتمنى نكون فدتكم شويه. وبطبيعه الحال راه غادي تيقوني كما قلت لكم، الا قلت لكم زوينين راه زوينين، قلت لكم خايبين راه خايبين، لانه ما عارفين نتوما شيئين ما غاديش تعطيني انا باش ندير لها الاشهار. فانا هادشي انا شريته، يعني بطبيعه الحال ما غاديش يصيفطوا لي الفابور. هذا ما كان البنات، حتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر، وان شاء الله نتقاسم معكم لي زارتيكل اللي غيوصلوني من هذا من علي اكسبريس. وصلوني 6 ديجا، حليتهم، راه صورت نص تاع الفيديو وباقي لي نص الاخر حتى النهار الثلاث ان شاء الله ولا الاثنين، وغادي يعيطوا لي باش نمشي نجيب دوك 6 اخرين، وغادي نصور لكم فيديو باش تشوفوا، باش نوريهم لكم. المهم، حتى لهنا كنقول لكم الله يعاونكم، بسلامه ان شاء الله، نتلاقاو في فيديو جاي. تسناوني ان شاء الله عما قريب، وخليت لكم راحه.